أيها الأخوة، إن الإحساس بأهمية الأحداث يدفعنا نحو جدية التفكير والتفاعل لتفادي مثل تلك المآسي ما استطعنا، وإلا تأخذنا العزة بالإثم، بل إننا مطالبون اليوم بتقديم مصلحة الوطن والمواطن فوق كل مصلحة أخرى، شخصية كانت أم حزبية أم طائفية، فالمصلحة يجب أن تكون بحرينية. لقد أكد حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه على أنه بعد معالجة الأحداث المؤسفة سيأخذ كل ذي حق حقه، ومن هنا فإن لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية ستقوم بالمهام الموكلة لها من أجل تحقيق العدالة وتحديد المسؤولية عن هذه الحوادث. لقد كانت الغاية من المهمة الأمنية هي الحفاظ على النظام وليس إراقة نقطة دم، فواجبنا في المقام الأول هو حماية الأرواح، وإنما أسفرت عنه الأحداث المؤلمة من وقوع ضحايا هي خسارة على الوطن لا تعادلها خسارة، فلقد طال الضرر الجميع، وكان هناك مردودات سلبية أثرت على حياة المواطنين ورجال الأعمال والتجار حتى أصحاب المحلات الصغيرة والحرة. فالأمن هو أحد الأعمدة الأساسية للنهوض الاقتصادي، واستمرار هذه الحالة يؤدي إلى الكساد وإلحاق الضرر بالجميع، ومن هنا تأتي المسؤولية في تقدير الأذى الذي تسببه مواصلة الاعتصامات والاحتجاجات. ولا بد أن يدرك أن من يطرح مطالبه بطريقة تؤدي إلى إلحاق الضرر بغيره سيخسر بالتأكيد المتعاطفين معه، وبحكم موقفنا ومسؤوليتنا الوطنية حرصنا أن نتعامل مع هذه الأوضاع بمزيد من التهدئة وعدم التصادم، بالرغم من محاولة جر قوات الأمن إلى التصادم بقصد سقوط مزيد من الضحايا والمصابين ولو على حساب حياة وسلامة المشاركين في تلك المحاولات المكشوفة. الأخوة الكرام، إن الذي دفعني للحديث معكم تأكدي من أنكم شركاء في حفظ أمن الوطن، حريصين على مصلحته، وتقع على عاتقنا جميعا تحمل المسؤولية بكل أمانة وإخلاص. فما تعرض له الوطن خلال الأيام الماضية لم نكن نتصور حدوثه ولم يقع في الحسبان، وما حصل من حوادث مؤسفة تتنافى مع رسالتنا الأمنية، كما تتنافى مع مشاعر الأخوة والروابط التي تجمع بيننا. إنما تعرض له أمننا الداخلي قد يتعرض له أي بلد، ولكن أكثر الأمور خطورة الاحتقان الطائفي والفرقة أو تلقي بظلالها الخطيرة على العلاقات الأخوية والروابط الاجتماعية بين أبناء الوطن الواحد. فحوادث الشجار التي اندلعت مؤخرا مؤشرا خطير يهدد سلامة المواطنين، وهذا أمر لا يمكن أن نتأخر عن معالجته والتدخل لضبط الوضع والسيطرة عليه لاحتواء الموقف على وجه السرعة. وعليه فقد عززنا الحضور الأمني في تلك المنطقة على مدار الساعة حفاظا على السلم الأهلي والميل إلى التهدئة. فالانفعالات ومشاعر الغضب تؤدي إلى انتشار العنف بشكل متسارع، وعندئذ ستكون النتائج حدودها غير معروفة، ولكن من المؤكد أنها لا تصب في مصلحة الوطن. كلنا يدرك مدى خطورة الصدامات الأهلية مهما كانت الدوافع ومدى رواسبها واستمرار تأثيرها على النسيج الاجتماعي. إن الإحساس بالمسؤولية الوطنية يتطلب الحكمة والتعقل والعمل على التهدئة وتجنب الأضرار بالوطن وتعطيل مصالحه والخدمات التي تقدم لمواطنيه، وعلى رأسها التعليم والصحة،
فالمطالب هي في الأساس تتجه لتحسين مستوى الخدمات وتوفير السكن والعمل. فهل يكون من الحكمة تعطيل الخدمات القائمة والمشهود بجودتها للمطالبة بتحسين خدمات أخرى؟ فالدعوة إلى الإضراب في المدارس وأخراج الأطفال إلى الشوارع من شأن بث الذعر في نفوسهم ونفوس أهاليهم، وإضافة إلى التعدي على حرمة العلم ودوره. فالطريق إلى تحقيق الاستقرار السياسي وطرح المطالب يكون عن طريق الحوار الوطني الذي أطلقه صاحب السمو الملكي ولي عهد نائب القائد الأعلى، وهو نهج حضاري والذي هو موضع احترام وتقدير دول العالم. أيها الأخوة، إن نظرتي المستقبلية تتضمن التركيز على التعايش السلمي الذي يحقق الشعور بالأمل والإحساس بالأمن من خلال برنامج وطني يضمن كرامة الناس واحترامهم المتبادل. إننا بحاجة إلى الأقلام التي تقرب، وإلى الأصوات التي تنادي بالوحدة وجمع الكلمة، وإلى الآراء التي تقدم الحلول بعيدا عن الاصطفاف، وعدم الانسياب وراء الدعوات التحريضية سواء كانت من الداخل أو الخارج. إن هذه الأحداث ضاعفت من حجم المسؤولية الأمنية، وعلي فقد وجه حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعى تأكيدا على حرصه على سلامة المواطنين بتطوير وزيادة حجم التوظيف في القوى البشرية بمختلف أجهزة وزارة الداخلية. وتوفيذا لذلك أعلن عن الإسراع في تفعيل خطة التوظيف لاستيعاب 20,000 موظف ممن تنطبق عليهم شروط التوظيف لتغطية الاحتياجات في مختلف القطاعات، والتي نأمل أن تنعكس هذه الخطوة إيجابا على سلامة المواطنين وأمنهم، متمنيا لكم جميعا التوفيق والسداد لما فيه خدمة الوطن. والله يحفظ الجميع، والسلام عليكم.